حلمه ان كان يبقى حارس مرمى كبير في نادي الزمالك، وكان فعلا حلمه ده كان هيتحقق. بس للاسف اهمال، اهمال هنا، اهمال بلدنا هنا. صغير كده في البلد على كابتن محمد معتز يقول لك كان محترم، كان كويس، عمره في حياته ما رفض لفظ، عمره في حياته ما جه واحد من اصحابه قال له اديني حاجه او العب معايا حاجه او اعمل حاجه، في حياته عمره ما اعترض وعمره ما، وكان لسانه حلو مع الدنيا بحال. انا جولي ناس هنا قالوا لي ابنك عامل حادثه على الطريق ومرمي على الطريق، مرمي على الطريق، يعني ما فيش حد يسعفه، ولا في اي حد يجي يعمل اي حاجه فيه. رحت لقيته، انا رحت نزلت كده، نزلت ما اعرفش نزلت ازاي، رحت لقيته، لقيت مكانه الدم والازاز والحاجه محطوطه الفم، واخدينه في عربيه الاسعاف وماشيين. رحت انا مشيت مش عارفه، وبقاله ساعه الا ربع مرمي على الطريق، الناس الجبانة ساعة حسبي الله ونعم الوكيل، في كل واحد شافك يا محمد وما ساعدكش او عمل معاك حاجة، ساعة الا ربع على الطريق. لولا الدكتور عواد هنا دكتور اسنان شافه في الطريق، عمل اللي عمله وطلب له الاسعاف وجاب له الاسعاف. عربيات شمال كلها، مفيش ورق، مفيش رخص، ويمشوا بتهور ورعونة على الطريق وبسيطة وبمنتهى السهولة يضيعوا حلم شاب تانية كلية، يضيع في 5 دقايق، يخبطوا بالعربية ويدوس عليه، وأنا مسؤول على كلمتي وأحاسب أمام الله في اللي أنا بقوله، يكسر جمجمته، يكسر أجزاء في قفص صدري، نزيف داخلي في البطن، يؤدي إلى تهتك في الرئة، ما كانوش لاقيين له تنفس صناعي في مستشفى اليوم. محمد كلنا عارفينه، وأهل البلد كل الشباب بقى كلها تعرفه من أول مركز شباب صنافير، طبعا من أول ما بدأوا يلعب بحلمه ويحقق حلمه انه يبقى جون ويبقى حارس مرمى معاهم، لحد ما بدا في شباب وفي طبعا في كباتن يبداوا يتعرفوا عليه وبتاع ويشافوه، وقدر ان هو يروح نادي من النوادي اللي بيلعبوا في دوري المناطق زي منطقه الجيزه اللي هو نادي ابطال مصر. النادي طبعا معاه كان بيضم في مجموعته زي نادي الزمالك، واول ماتش كان مع نادي الزمالك، ففي طبعا في كابتن من نادي الزمالك شاف الحارس وشافه موهوب، وطبعا في كان له فيديو طبعا ان هو مكسر الدنيا قدام الزمالك وكان صعب ان هم يكسبوهم، ولكن طبعا اتكلم مع كابتن نادي ابطال مصر فقال له ان هم عايزين حارس المرمى، وطبعا في كلام وكلام جاب جد وبتاع، محمد قال لنا ان نادي الزمالك مهتم بيه جدا وعايز يتعاقد معاه. فكان خلاص يوم الاحد اللي هو قبل يوم الحادثه بيوم، محمد رايح ومتفق مع والدته ان هو في عمل لهم مفاجاه ان هم يروحوا نادي الزمالك، على كلام محمد وعلى كلام اقرب الناس له واصدقائه واصحابه اللي في الفريق ان هم خلاص محمد هيتنقل لنادي الزمالك. جه طبعا يوم الحادثه باهمال طبعا من السواقين، واهمال هو رايح عنده تمرين طبيعي زي اي شاب، راح حصل عمليه التصادم.